اوكي جاي قاعد اطالع استراحه بتطالع شو السالفه انا بصيت انا بقول ايه ده ايدي وين بصيت لقيت مكتوب زهير مراد عرفت انه بتاعك على طول ما اعرفش لقيته هنا انا لسه طالعه دلوقتي وريني واو بيرفل واو هل بتقولكوا دلوقتي خطير ايه رايك خطير فستاني واو 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 صح يا مران صح I don't care you're here tonight اول ما شفتك حسيت بشي غريب هيك شعور ما بحس الواحد كل يوم مع 6 بلبنان و 3 عند التليين وأنا بلاقيكم بكرة باي باي